هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مايا. فيديو النهارده عن طريق تغيير كلمة السر في الفيسبوك، ويلا بينا نبتدي على طول ونروح على تطبيق الفيسبوك. بعد كده هتضغطوا على الثلاث خطوط، وهتنزلوا تحت خالص وهتضغطوا على الاعدادات والخصوصية. بعد كده هتضغطوا على الاعدادات، بعد كده بتضغطوا على الامان وتسجيل الدخول، وبتضغطوا على تغيير كلمة السر. وهنا بتكتبوا كلمة السر الحالية، وهنا بتكتبوا كلمة السر الجديدة، وهنا بتكتبوا كلمة السر الجديدة مرة تانية، وبعد كده بتضغطوا على تحديث كلمة السر. بعد كده بتضغطوا على مراجعة الأجهزة الأخرى، وبتضغطوا على متابعة. وبكده تم تغيير كلمة السر. زي ما شفتوا الطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس كده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتعملوا شير، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار كل ما انزل فيديو جديد. باي باي.